السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمرو، بدرس دكتوراه هنا في جنوب الصين في جامعة جاتيانغ، وكمان بشتغل في السينما الصينية. كتير من الفيديوهات بعتها على النت عشان أوعي الناس عن فيروس كورونا، بس تفاعل الناس غير طبيعي. الغريبة في الأمر إن المصريين كلهم واخدين الموضوع كأنه نكتة وضحك وهزار، وما فيش أي تفاعل أو إجراءات حاسمة من سواء الحكومة المصرية أو من الشعب المصري إن هو يتفاعل مع الموضوع ويحاول يحمي نفسه، لأن دي قضية أمن وطني. يعني في البداية عايز أقول لكم إن فيروس كورونا أصلا كان في بدايته في الصين. أنا بنقل لكم أخبار من الشعب الصيني، ملوش علاقة بالحكومة. الأمر بدأ في شهر 11، طبعا السنة اللي فاتت 2019، بس طبعا ما اتذاعش على التلفزيون والناس ما تعرفش عن المواضيع دي اي حاجة، وانتشر في شهر 12 اكتر. اما في شهر 1 فالناس تقريبا العالم كله عارف عن الموضوع ده وبدأ ينتشر على التلفزيونات المصرية وغيره. طبعا في ناس بتسافر كتير وبتنقل المرض، خاصة الاجانب، وطبعا عرفتوا ان المرض ده ملهوش اي علاج. فالناس اللي بتسافر وتروح لبلادها بترجع لبلادها دي بتنشر العدوى بسرعة. الحاجات اللي انتوا متعرفهاش او اللي انتوا مش مستوعبينها لحد الان، ان ممكن تبقى شايف واحد ماشي قدامك عادي طبيعي جدا فجأة يقع يموت. فدي بتبقى تجربة قاسية جدا لما تشوف حد قدامك ماشي يقع يموت ومبتقدرش تعمل له حاجة، خلاص انتهى. تقرب منه انت تعديت، موت انت كمان. فالموضوع صعب جدا. اجراءات على مستوى الصين كلها، خاصة في المدينة اللي انا فيها، الناس بتقول ان انتشر المرض من منطقة اسمها ووخان، ودي اللي موجودة في العالم كله. بس الناس اللي ساكنة في ووخان دي اصلا مع بداية المرض سافرت راحت اماكن كتير، حتى في المقاطعة اللي انا فيها تشيتيان اللي هي تعتبر من تاني اكبر مقاطعات فيها يعني نسبة خطورة بعد ووخان، بس طبعا الاعلام ما بيجيبش سيرة عنها خالص. في منطقة اسمها وينجو اللي هو بيشتغلوا فيها في التجارة كتير، بس هي بعيدة عني الحمد لله، المناطق دي بعيدة عني الحمد لله. فالحكومة الصينية اصدرت يعني منعت ناس كتير من الخروج من البيت. اصبح اللي انت عشان تخرج من بيتك كل يومين ممكن تخرج مرة واحدة، مواعيد معينة، مدة لا تزيد عن 3 ساعات، بياخدوا ارقام تليفوناتك، بتاخد تصريح دخول وخروج، حاجة يعني صعب جدا جدا، حظر تجول رهيب. المدينة كلها مغلقة، سواء يعني صعب جدا ان اي حد يقدر يدخل المدينة اللي انا فيها. زي ما انتوا شايفين انا الساعة دلوقتي 4 العصر تقريبا، تمام، زي ما انتوا شايفين الشوارع كلها فاضية. شوف انت حواليا مفيش حد في الشارع خالص، تمام. وانا دلوقتي لو ماشي وحد شافني مش هيجي يقرب مني، هيمشي بعيد شوية، هيحاول بقدر الامكان يبعد بعيد عني، عشان يخايف هو من المرض. في حاجة بقى انتوا لازم تعرفوها كويس جدا، في مصريين قرروا ان هم يقعدوا هنا او اجانب قعدوا في الصين هنا واهلهم بيعطوهم ضغط نفسي جدا جدا، واصحابهم لازم ترجعوا بلدكم ولازم تقعدوا في بلدكم وده الامن الحقيقي وكده، تمام. الناس دي قررت تقعد هنا، تمام، دي اكيد خوفا، يعني هو يعني بالنسبة لي انا خايف على اهلي جدا لسببين. اولا ان انا عشان اروح للمطار، تمام، اعدي على ناس كتير جدا وممكن معرض ان يكون واحد فيهم مصاب. هركب بالطيارة، الطيارة اكيد هيكون فيها ناس كتير ممكن واحد فيهم يكون مصاب، تمام، هينقل لي المرض. انا اروح لاهلي في مصر، انتوا عارفين كمية الاحضان والبوس اللي موجودة عندنا في بلادنا، الترحاب يعني بترحب بيه كتير، تمام. انا مش هقدر ارجع بلدي واعرض اهلي لنوع من انواع الخطر حتى لو انا سليم، حتى لو انا سليم. وانتوا عارفين 100% ان مش دي حتى الكمامات اللي موجودة اللي مفروض تستخدم في المرض ده، تمام، دي مجرد كمامات طبية ما لهاش اي قيمة، بس يعني تعطيك نفسيا كده انت كويس الحمد لله الامور ماشية بخير، بس مش هي دي الكمامات اللي موجودة اصلا اللي مستعملها.
واكيد الكمامات اللي انا بتكلم عليها دي مش موجوده في الصين واكيد مش موجوده في مصر، خلاص انتهت اصلا من الصين، بيحاولوا يستوردوها من الخارج، تمام؟ فمش هتقدر، مش هتقدر تستخدمها، يعني هتحاول بقدر الامكان تبعد عن اهلك، تقول لهم مش ممكن يجي اهلك يجي يحضنك، كنت تقول له لا مش معلش سامحني ابعد، ما ينفعش نكون موجودين في غرفه واحده. فلازم تعرفوا الناس اللي قاعده هنا، تمام، بتستحمل كميه العناء اللي موجود هنا، وان الشرطه ممكن تيجي لك في اي وقت وانت قاعد في غرفتك، تخبط على الباب، على الباب، على البيت، على البيت بتاعك، على الباب، وتدخل وتشوف انت بتعمل ايه، انت مراقب في اي وقت. انا دلوقتي وانا ماشي ممكن يجي لي ابقى اسقع من، لو انتوا لاحظتوا ان في كاميرات موجوده في اي مكان هنا، تمام، ممكن هما يكلموني على طول لو انا بعمل اي حاجه غلط، على طول يكلموني يقولوا لي ما تعملش كده، تمام. بالاضافه ان في كاميرات، يعني انت مراقب 24 ساعه طول اليوم، بالاضافه ان انت ممنوع الخروج، ممنوع الدخول، طبعا الاسواق ما عادش فيها الاكل المتاح زي الاول، كل المحلات مقفوله، لو انت تعبان تيجي على نفسك كتير، بحاول بقدر الامكان، عندك ضغط نفسي من اهلك، كل الناس بتضغط عليك بطريقه مش ممكنه، بالاضافه ان كتير من الرسائل اللي بتيجي بدل ما تيجي تدعي لنا بتيجي تدعي علينا. الناس دي ما عندهاش يعني نخوه ولا ايه، ما اعرفش، يعني الشعب المصري المفروض يقف جنب الناس مهما كان، يعني انا مش فاهم ليه يدعي علينا، انا مش فاهم، المفروض يدعي علينا ويستوعب اللي احنا خايفين على بلادنا، لان دي سهل قوي ان انا استحمل واقول خلاص انا هرجع بلدي وممكن اكون معرض للاصابه وارجع هناك، وانتوا عارفين انك يعني البيئه بتاعتنا، البيئه بتاعتنا بيئه الوطن العربي اكثر خصبه للمرض، لانتشار المرض، لو واحد بس مصاب، لو واحد بس مصاب، انتوا عارفين لو واحد بس مصاب هينشر المرض للعالم العربي كله، عشان عندنا وزاره الصحه ما شاء الله عليها محتاجه تجديد، محتاجه تطوير، تمام، في حاجات كتير لازم تتعمل في بلادنا. ليه لحد الان قولوا لي ليه الدوله ما تصرفش بعض الفلوس على تجديد المستشفيات، على تعقيم الشوارع، تمام؟ انت دلوقتي لو جالك واحد بس، لو رجع واحد من الفترات القديمه ده وانت ما تعرفش اللي هو مصاب ونشر المرض في بلدك دلوقتي، انت المفروض تاخد اجراءات، تمام، في قبل ما يحصل المرض، يعني عقم الشوارع، خد الناس اللي جايه من الصين من الفترات السابقه من شهر 11 و12، كلم معاهم واعمل لهم كشف طبي كل يوم. الموضوع كله مش في منطقه اسمها ووخان فقط، الموضوع كله موجود، ممكن يكون موجود في كل الصين، عشان الـ عندنا في المطارات الناس بتعدي من الشوارع عادي خالص، بتعدي من المطار عادي خالص، بيكتب فيه تسجيل وخلاص، والسلام عليكم، وعليكم السلام، صحتك كويسه زي الفل، تمام، ويعدي، تمام. بالاضافه اللي انت ممكن تكون مريض اصلا وانت ما تعرفش، انا ممكن اكون مريض وانا ما اعرفش، انا ممكن فجاه اموت على طول، تمام، ممكن من كلامي من الناس، كلامي مع الناس زين لهم اصابه اصلا، فاهمين؟ فلازم سواء الدوله توعي الناس وتبدا تاخد اجراءات، يعني قبل وقوع الضرر، قبل وقوع الضرر، عشان يحمي بلادنا لازم يكون في اجراءات حاسمه، لازم يقول للناس اللي راجعه من الصين تعالوا نكشف عليكم ونشوفكم، تمام. لازم في توعيه للشعب، لازم النظافه، 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 شوفوا الشوارع عندنا في بلادنا عامله ازاي، نظفوا الشوارع، نظفوا نفسكم يا جماعه، ده النظافه من الايمان، لازم في حاجات نكتسبها من الموضوع ده. اتمنى من الناس كلها تستوعب حاجه زي كده وتفهم، انا دايما بتكلم في فيديوهاتي بطريقه سياسيه لحد ما، بس الناس ما بتفهمش، فهموا بقى. ولما الدولة تصرف بعض الملايين للوقاية اصلا من اي وباء، ده في حد ذاته مكسب. شوف انت الصين دلوقتي لما تعرضت للمرض خسرت قد ايه اقتصاديا، وتعرضت لازمات قد ايه، وبتصرف قد ايه فلوس دلوقتي، حاول نكتسب من الموضوع ده